إذا كنا بنتكلم عن القيم والمبادئ اللي احنا بنزرعها في أولادنا من خلال حاجات كتير، من خلال يعني زي المسلسلات الأنيميشن والكرتون خاصة الأطفال، في مؤدي مهرجانات اسمه كزبرة. هو اسمه كزبرة، طرح كليب اليومين اللي فاتوا، يعني يمكن عادي وعادي جدا كمان لحد هنا ان هو مطرب بيطرح كليب مهرجانات طبعا، واحنا عارفين ان لها شريحه معينه كده، لحد كده الامور تمام جدا. لكن اللي مش عادي ان احنا نلاقي صوره العالم الجليل اللي كلنا بنفتخر بيه، العالم الراحل احمد زويل في الكليب. ولحد هنا بقى لازم نقف ونشوف، ويمكن الصوره واضحه قدام حضراتكم. هو طبعا الكزبره مسحها لما بعد التحقيق، الموضوع أثار ضجة كبيرة جدا، وتدخلت نقابة المهن ونقابة الموسيقيين ووقفت كزبرة. عايزين نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع، وبدأ إزاي، وإزاي النقابة بتتعامل مع الأمور اللي زي دي. معانا الفنان الكبير الأستاذ حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة الموسيقيين. أستاذ حلمي مساء الخير. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ وحشنا والله. كل سنه ومشاهدينك بخير يا رب. وحضرتك طيب؟ وحشنا استاذ حلمي. يخليك. ايه موضوع كزبره؟ يعني الموضوع ايه الحكايه؟ طبعا انا هقول لحضرتك، بس هنرجع ورا شويه. احنا لما عملنا اجتماع مع المغنيين دول او الشريحه دي من المغنيين، نظرا لان كل واحد فيهم ليه شريحة والحكاية والرواية، المهم يعني عملنا عليهم ضوابط، وضوابط صارمة جدا وحازمة جدا، وكل يعني كل الناس التزمت بقالهم كتير. يمكن ما تسمعش عن أي كلام مبتذل أو أي حاجة مبتذلة أو، لأن يعني عايز أقول لحضرتك قرارات صارمة جدا جدا جدا، ولازم تودي الأغنية للرقابة، ولازم تيجي تستأذن منها وأنت مسافر، ولازم حافظ على القيم والمبادئ والمثل، علشان انت في الاول وفي الاخر ايا يعني كنت اللي بتقوله، انت في الاخر واجهه. مظبوط. فلازم تحافظ على كل حاجه من الكلام ده. والدنيا مشيت تمام، فتفاجئنا بالاخ كزبره. عامل كليب، وطبعا صوره العالم الجليل الدكتور احمد زويل موجودة، إلى جانب بقى الابتذال في الكلام. يعني مش دي بس، ده هو أولا وثانيا وعاشرا صورة الدكتور أحمد زويل. طبعا ده والله احنا عرضناها غصب عننا عشان بس الجمهور يعرف الموضوع وصل لحد يعني فين. عالميا معروف لدى العالم كله، معروف هي الدكتور أحمد زويل. طبعا مش هنتكلم عن الدكتور أحمد زويل لأن تاريخه يحكي عنه. فطبعا حصل تواصل من اخت الدكتور احمد زويل والاستاذ مصطفى كامل سياده النقيب، وفورا فورا في اقل من دقيقه نزل قرار بوقف الراجل ده واحالته للتحقيق، وربنا يستر عليه بقى، لان هو قال قبل كده مره واثنين وثلاثه اي حد هيتجاوز يتحمل النتيجه، هو يتحمل النتيجه. هو يعني الفكره، هو مش عارف جات له الفكره منين ان هو يقحم شخصيه زي الدكتور احمد زويل في 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 مهرجانات، وفي كلام زي اللي ما حضرتك اشرت ليه، يعني كلام خارج تماما وسياق غير يعني غير مرغوب تماما من مطربين المهرجانات عموما او اي مطرب من المطربين الشعبيين. لكن احنا بنثمن طبعا موقفكم، موقف النقابه استاذ حلمي عبد الباقي في مواجهه امور زي دي، ونتمنى ان يكون يعني الموضوع ده رادع لغيره، إن مش معقول يعني إن احنا نستغل رموزنا اللي احنا بنفتخر بيها والعالم كله بيفتخر بيها في إقحامها في كليب زي الكزبرة اللي مش فاهم أنا والله. بنشكرك جدا أستاذ حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة الموسيقيين، على مداخلتك معانا. وطبعا يعني الموضوع يجب إن احنا كلنا نرفض مثل هذه الأساليب وإقحام رموزنا اللي بنفتخر بيها في مثل هذه المهرجانات.